سجل وعدل صوتك، هندس أي مقطع صوتي موجود عندك على الجوال من خلال تطبيق بتحلك الهندسة الصوتية ومؤثرات جميلة فيك تضيفها وتعدل بأي مقطع صوتي أو أي صوت موجود عندك أو حتى سجل صوتك من خلال تطبيق واحد فقط. Yes, yes. مرحبا، يسعد اوقاتكم. انا محمود الجبني، مرا الكاميرا زوجتي رما طحان، صناع افلام عم نحاول فيدكم بهي المعلومات القصيره في عالم صناعه الافلام وعالم الصوت والصوره. ومثل ما وعدناكم بسلسله سينماتيك، نحن مستمرين في اعطاء المعلومات للمحترفين ومتوسطي الاحترافيه وايضا مبتدئين، وما اهملنا جانب الجوال ابدا لحتى تدخلوا عالم الصوت والصوره باضعف الامكانيات. وبنفس الوقت عنا دروس ثانيه في عالم صناعه الافلام بتناسب كل الفئات وبتوازن بين كل المستويات، لهيك لازم تتابعوا الحلقات السابقه لحتى تستفيدوا اكثر. ومثل ما حكينا اليوم حلقتنا ودرسنا عن تطبيق جميل جدا بتحنا انه نعمل هندسه صوتيه عن طريق الموبايل فقط. شو يعني هندسه صوتيه؟ يعني واحد، فينا نسجل مباشره من خلال هذا التطبيق، فينا نعدل المقطع الصوتي اللي سجلناه او اي مقطع صوتي موجود بالجوال، نحذف اي شيء ما بدنا اياه. 3، نضيف المؤثرات، وكثير اشياء فينا نعملها من خلال هذا التطبيق. يلا مباشره خلونا نتعرف على هذا التطبيق. اصدقائي، تطبيقنا اسمه Lexis Audio Editor. هيك واجهه البرنامج بتطلع عنا ببساطه. في عنا خيارات بسيطه قدامنا، خيار التسجيل قائمة من 3 نقاط هون رح نحكي عنها بعد شوي. إذا حابب تسجل مباشرة من خلال هذا التطبيق رح تضغط على الأحمر، وإذا حابب تعمل أونبورد أو استيراد لأي ملف موجود عندك بالموبايل بكل بساطة بتروح لهون أونبورد. خلونا نسجل مباشرة عن طريق هذا التطبيق. أصدقائنا، لا تنسوا تشوفوا الحلقات السابقة في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة، تتعرفوا على كثير من التطبيقات يلي رح تفيدكم في دخول عالم الصوت والصورة، وأيضا دروس في الإخراج والمونتاج وأيضا السيناريو. تمام أصدقائي، بعد ما نسجل نضغط هون بعدين هون، وهيك مباشرة صار عندي مقطع الصوتي بالاسفل. خلينا نشوف اذا بدنا نحذف السكتات يلي موجوده في بدايه او في اي مكان في المقطع. اول شيء نعمل زوم، فينا نعمل هيك مثلا ونجيب هي الثانيه بنحط هيك. شايفين هي السكته؟ هي السكته فيني اعمل فيها سكوت كامل، يعني ما يطلع صوت النفس، او فيني احذفها. نضغط هون، اذا بدنا نعمل لها صمت بنحط هذا الخيار، واذا بدنا نحذفها بننزل على هذا الخيار الحذف، نعمل هيك ونحذف. بكل بساطه صار يبدا مباشره من صوتي، وفينا نطبقه على اي سكته موجوده لقدام. نعمل زوم اوت، اي هون مثلا هي السكته هون، فينا نعمل هيك، نعمل هيك، كمان نعمل ديليت، وبنشوف انه دمج مباشره. بدايه هي ونهايه هي هو المقطع يلي بدي صدره. وهلا بكل بساطه خلونا نتعرف على المؤثرات الموجوده فيه. فينا نفوت لهون وهدول الافكتس، في عنا الفيد ان والفيد اوت، فينا نحدد اي مقطع عن طريق هدول العمودين يلي ورجيتكم هن من شوي. فينا نعمل اما صعود تدريجي للصوت او انخفاض تدريجي للصوت. في عنا هذا الخيار، هذا الخيار يا شباب في حال عنا الصوت منخفض بعلي لنا اياه اكثر من غير ما تتاثر الجوده نوعا ما. في عنا هذا الخيار يلي بيعكس لنا الريفرس يلي بيعكس لنا الصوت، يعني ببلش بالاخير. في عنا هون يلي بغير لنا نبره الصوت. كيف بغير لنا نبره الصوت؟ خلونا نشوف. يعني مثلا بدنا يا انعم، بنعمل هيك نسمع مع اصدقائنا لا تنسوا تتابعوا الحلقات السابقه، او بدنا يا اضخم ننزل على الافكت. ايضا في عنا تشينج تيمبو، هذا هو الخيار، هو يلي بسرع لنا او ببطئ لنا الصوت من غير ما يتاثر. بنشوف كيف اصدقائنا لا تنسوا تتابعوا الحلقات السابقه، سرعوا من غير ما يتاثر الصوت. في عنا افكت، ايضا في عنا تشينج سبيد يلي بعدلنا سرعه الصوت بس بتاثر اما بضخم حسب اذا كان بطيء او بصير ناعم اذا كان سريع. في عنا النويز، النويز هذا الخيار رائع جدا هون، هذا رح يفيدكم كثير في حال عندكم نويز، صوت هواء او صوت ضجيج حولكم، فيكم تستفيدوا من هذا الخيار. وبكل بساطه ننقي الصوت، يسحب لنا الهواء. نشوف هذا الخيار، حسب كميه الضجيج بنزيد بنقلل بنزيد بنقلل لحتى نصل للصوت المثالي حسب كل ضجيج مر علينا. ايضا بنفوت على افكت، وعندنا هون الخيارات، عندنا هون مثلا فينا نعدل الضجيج او نشيل النويز بالصوت، وايضا نعدل اشياء ثانيه، علاوه الصوت او انخفاضه لحتى نوصل للصوت المثالي. ايضا في عندنا خيار افكت، ننزل لتحت، في عنا الاكولايزر، وهون عن طريق هاد فينا ننعم الصوت او نعمله بيس زياده تربل حسب اللي بدنا اياه. مثلا بهذا الخيار، انا هذا عملته هذا الخيار بيعطينا الصوت ناعم شوي. اصدقائنا لا تنسوا تتابعوا الحلقات السابقه، فينا نعمل هيك نعطيه تضخيم اكثر. اصدقائنا لا تنسوا تتابعوا الحلقات السابقه، ايضا هذا بيرجع لنوع الصوت تبعكم وللنتيجه اللي بدكم توصلوا لها. ننزل على الافكت يا شباب، في عنا الايكو اللي هو هذا، والريفرب، الريفرب هو الصدى والايكو هو الصدى لكن متكرر. خلونا نشوف كيف اصدقائنا لا تنسوا
تتابعوا الحلقات السابقة وتعلقونا. أصدقائنا لا تنسوا تشوفوا الحلقات السابقة في عالم صناعة الأفلام وعالم صوت الصورة. الخيار الأول هو كميته، يعني هل يصير بمستوى الصوت الطبيعي أو يكون خفيف، والخيار الثاني هو التكرار، كم تكرار بدك إياه، والخيار الثالث هو الفيدباك. نعمل كانسل، ننزل على الإفكت، منروح على الريفيرب. الريفيرب هو يا شباب الصدى، يعني كأنه قاعدين بغرفة فاضية. أصدقائنا لا تنسوا تتابعوا الحلقات السابقة. أيضا منزيد ومنخفف الكمية. حسب النتيجة اللي بدنا إياها نتحكم بهذا البرنامج لنصل للنتيجة المثالية. هذا هو تطبيقنا يا شباب، يفيد كتير الناس اللي عم سجلوا مقاطع صوتية لليوتيوب، أو عم سجلوا فويس أوفر لشي مادة، أو حتى للتيك توك في حال بدهم يشرحوا عن شيء ما وبدهم يعدلوا الصوت ليصلوا لصوت جيد ويشيلوا الأخطاء ويشيلوا العيوب فيه. فهذا البرنامج هو خيار ممتاز لكم. بتشكركم، بتشكر مشاهدتكم لهي الحلقة اللي هي الحلقة الثانية من سلسلة سينماتيك من إنتاج فريق كوميرا لإنتاج الفني. فريق كوميرا بقدمكم خدمات في عالم صناعة الأفلام وعالم صناعة الفيديو كليب والإعلان والإنتاج المرئي ككل، والكثير من الخدمات من الألف للياء. إذا مهتمين تنتجوا أي مشروع تواصلوا مع فريق كوميرا. وأصدقائنا لهون انتهت حلقتنا اللي كانت عن تطبيق للهندسة الصوتية عبر الجوال. أنا محمود الجبني، مرة الكاميرا زوجتي رما طحان، حصلنا أفلام عم نحاول فيدكم بهي المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة. بحب حييكم وقولكم سلامات.